إنه أمر مستحيل، لا يمكن أن يوجد طائر مثل هذا. كانت هذه صيحة العلماء الإنجليز في بداية القرن التاسع عشر، عندما سمعوا بالعثور على طائر معين في نيوزيلندا، وقد قيل عنه إنه في حجم الدجاجة المنزلية، وله شوارب قلقت، ولا يظهر له جناحان وليس له ذيل. أما فتحة أنفه فهما في نهاية منقاره الطويل، وقيل أيضا إنه يضع بيضا كبيرا، وكل هذا كان صعب التصديق. وعلى أي حال فإن هذا المخلوق الغريب واسمه كيوي ثبت وجوده بالفعل، وتستطيع أن ترى في الصورة هنا شكله غير العادي، بدون ذيل وله جناحان بدائيان مختفيان تحت ريشه الكثيف. أما عاداته فهي في غرابة شكله، فهو متستر كالقطة، يطوف بالليل في المناطق المزجرة في الجزيرة التي يسكنها، وفي طريقه ينبش الأرض بحثا عن الحشرات والرخويات والقواقع والديدان، كما يأكل التوت والفواكه البرية أيضا. تعد طيور الكيوي من الطيور غير القادرة على الطيران، عادة ما تتواجد هذه الطيور باللون البني الرمادي. تتميز هذه الطيور بالريش الناعم الذي يغطي أجسادها والأجنحة المخبأة تحت الريش، والأقدام القوية والطويلة نسبيا والتي تساعدها على الجري بسرعة. كما تمتلك طيور الكيوي فتحات أذن كبيرة ومتطورة، وعيون صغيرة وغير فعالة بشكل جيد في ضوء النهار. عادة ما تعيش وتنام طيور الكيوي داخل الجحور حتى ساعات النهار، فهي من الحيوانات الليلية. طيور الكيوي لا تبني العشج، بل تقوم بحفر أنفاق داخل الأرض لكي يعيش فيها ويضع البيضة. فيصنع طائر الكيوي العش في الجحر الخاص به تحت جذور الشجر الأجوف، ويضع ما بين بيضة إلى بيضتين. ويتميز بيض طائر الكيوي بأنه ذو حجم كبير جدا، وتركض عليه فترة ما بين 10 إلى 30 يوما، وبعد أن يفقس البيض تكون فترة الحضانة عادة ما بين 72 إلى 80 يوما. وطوال فترة الحضانة يغطى ذكر العش بالعصا ويتركه كل ليلة ويذهب للبحث عن الغذاء، وأحيانا يتركه خلال النهار مما يجعل البيض فريسة للثدييات، وأحيانا ما يتم التهامه في الأسبوع الأول. عندما يخرج صغار طائر الكيوي من العش للمرة الأولى يبدو تماما مثل طائر الكيوي الكبير، لكن حجمه مصغر، ولأكثر من أسبوعين يتبادل كل من الإناث والذكور على الجحر خلال النهار لحماية صغارهم، بينما في الليل يبقى كلا الوالدين قريبين بما فيه الكفاية منهم لحمايتهم، ويبقون على هذا الوضع حتى يصبحوا صغارهم حوالي 3 أشهر من العمر. بعد فترة وجيزة يترك الصغار العش خلال أسابيع قليلة مقبلة، ويجدون مأوى خاص بهم خلال النهار، ويتغذى شباب طائر الكيوي في الليل، ويقومون بالحفاظ على المسافة التي تفصلهم عن والديهم. وبحلول فصل الربيع التالي ينتقل شباب الكيوي كليا من أراضي والديهما، ويبقون في مجموعات متنوعة من الأماكن حتى يجدوا أرضا فارغة. هناك 6 أنواع من طائر الكيوي في نيوزيلندا، وأكثرهم شهرة هو طائر الكيوي البني الذي تم العثور عليه في مناطق الغابات في الجزيرة الشمالية، وتم العثور على أنواع أخرى من الكيوي في الجزر والغابات البحرية في شمال الجزيرة الجنوبية. قبل إدخال الحيوانات المفترسة على طائر الكيوي مثل القطط والكلاب، كان يوجد طائر الكيوي في نيوزيلندا بأعداد كبيرة، فلم يكن هناك هذه الحيوانات المفترسة هناك بجانب البشر. فمنذ أن استقر البشر مع حيواناتهم الأليفة انخفضت أعداد الكيوي بسرعة كبيرة، فاليوم يعتقد أن هناك فقط حوالي 200 طائر كيوي باقين من البرية.